ومعنا عبر الفيديو كونفرنس السيد مهند حجاوي من الضفة الغربية. حاولنا ماليا أن يكون معنا هنا لكن أبى الاحتلال إلا أن يؤكد على بعدنا الجغرافي وبعد الأجساد، لكن أرواح إن شاء الله متقاربة. وأيضا معنا السيد محمد حبش من كندا عبر أيضا الفيديو كونفرنس. نرحب بهم جميعا في هذا اللقاء وهذه الفقرة من فعاليات هذا المؤتمر. طبعا بداية الحقيقة أشكر بيتا اتحاد شركات مجمع نفط فلسطين على المبادرة بهذه الفعالية المهمة، تناقش مواضيع حقيقة نهتم بها جميعا، ونأمل أن نخرج بتوصيات تنعكس إيجابا على مجمل قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين. طبعا عنوان هذه الفترة تتكلم عن موضوع مهم وموضوع يعني يتقاطع مع المواضيع الأخرى كلها، ولربما لاحظنا في الفترة الأولى كنا نتكلم عن الاستثمار في هذا القطاع، فأبى المتحدثون إلا أن يتكلموا عن مشكلة اللي هي موضوع هذا السيشن، الهوة والفجوة بين التعليم الجامعي وبين سوق العمل. بالتأكيد هناك فجوة لها مظاهر، لها ظواهر معينة تم الحديث عنها كثيرا، طرحت بعض الأفكار لجسر هذه الهوة أو الفجوة، لكن ما زلنا حقيقة نقول أن الفجوة ما زالت باقية. لعل يعني كثير منا عاش في تجارب في بلاد أخرى، وأنا سعيد الأخ محمد حبش معنا من كندا وما زال يعيش في هذا النظام والجو الذي استطاع أن يعني يشكل منظومة كاملة لعملية الاستفادة وتفعيل قطاع مهم وقطاع الاي سي تي بين الجامعة وسوق العمل والاستثمار وكل هذه القضايا. فنحن نسمع بالتأكيد عن مداخلات في هذه القضية. أنا عشت طبعا ودرست كل دراستي في أمريكا، وأقول عن الجامعات الفلسطينية هنا طبعا بأغلب الجامعات تعتمد النظام الأمريكي التعليم اللي هو نظام الكريت أورز، والطلاب طبعا 4 سنوات أو 5 سنوات في الهندسة أو الاي تي. لكن اللي عاش في أمريكا وعارف النظام هناك بعرف إنه الطالب بعد 4 سنوات من الهندسة حتى لا يعطى التايتل انجينير، هو بتسمى انجينيرينج جراجويت، خريج هندسة، يعني لسه ما اكتملش المسمى والمعرفة الأكاديمية والمهنية لهذا الخريج. طبعا هناك حلقة متكاملة، في عنا الاندستري في أمريكا، في عنا قطاع فاعل من الشركات وسوق العمل يستوعب هذا الخريج. ولو فتحت على أي شركة في أمريكا هتلاقي بالأغلب في عرضهم للوظائف يقول لك في entry level position، يعني في وظيفة لجاي جديد، فأنا باخده من الجامعة بدخل في الاندستري في الشركة في بروجرام للتريننج في شغل العمل او في تخصص عمل هذه الشركه 6 شهور سنة، بعدين هيز اون خلاص بصير جزء من المنظومه وانتهت المشكله. للاسف الشديد في فلسطين عندنا الحلقه هذه مفقوده. جامعه تخرج احنا خطط دراسيه في تقديري انها توائم وتواكب معظم الخطط الدراسيه الموجوده في جامعات عريقه في العالم. في الجانب النظري الاكاديمي تقديري فيش عندنا مشكله، وباكد هذا الكلام انه خريجينا في الجامعه الاسلاميه مثلا خريج الهندسه يخلص البي اس بيطلع على امريكا، بيطلع على اوروبا، بيعمل ماستر بي اتش دي في ذا بيست سكولز. يعني في عند الطلاب كانوا عندنا في يونيفرسيتي اوف ميشيغان، يونيفرسيتي اوف كاليفورنيا، بيتكلم بيعمل بي اتش دي وناو هيز جوينينج، بعد كده طلع وقاعد بيشتغل في جوجل وبيشتغل في مايكروسوفت في امريكا، ما عنده مش مشكله خالص في الجانب الاكاديمي. لكن خريجينا هنا يطلع في سوق العمل ونيجي نقول الان اندمج في السوق الموجود، الفجوه موجوده في عندنا اشكال. يعني هذا مجمل او هذا يعني قضايا هذه هي مجمل هذا اللقاء. حاول ان شاء الله
يعني بداية طبعا أنا يمكن شوية حنكون في بعض الأسئلة غير تقليدية في الدسكشن والنقاش. طبعا بالناس الموضوع يعني يحمى زيادة عن اللزوم ونلقي يعني اتهامات. يعني احنا بين الجانب الأكاديمي طبعا دكتور أيمن من الجانب البزنس الأخ أشرف وعندنا طبعا أيضا السيد مهند في البزنس وعنده خبرة طويلة في هذا المجال، والأستاذ محمد خلينا نقول خليه يكون حكم اسمه أوتسايد يعطينا التجربة البلدية، لكن ما بنسير الموضوع نوع من اللي هو إلقاء التهم. لا احنا معنيين الآن فعلا نشخص الحقة هذه المشكلة هذه ونتكلم عن تجارب قد تكون إيجابية لجسر هذه القوة نوعا ما وحلول نتوقع يعني أو نصبو إليها إن شاء الله هنا في فلسطين حتى نصل إلى قطاع ICT فعلا، لأنه قناعتنا كلنا وأنا هذا الكلام يعني أتوقع عليه إجماع تماما عند كل واحد بتكلم معه هنا في فلسطين عندنا بوتنشل قوي جدا نبتقي في هذا القطاع، عندنا المقومات للارتقاء في هذا السيكتور يكون رافد قوي للاقتصاد الفلسطيني، يعني أنا أقول فلسطينية رائعة مبدعة جدا. عندنا انفسترز، عندنا خبرة عملية خارج فلسطين، في أموال موجودة، لكن في شغلة معينة مش قادرة تنظم هذا القضايا كلها مع بعض. يعني بداية أنا حابب نبدأ النقاش مع ضيوفنا في هذا السيشن. ويمكن تقليديا هغير النمط وانا هطلب من كل متحدث طبعا يبدا يعرف بنفسه. انا شويه يعني وسام اتطور في التعريف ببعض السنوات يمكن ما كنتش معني انه اتكلم، فانا هترك المتحدث يعرف بنفسه ايش حابب هو يقولنا عن نفسه بالشغلات اللي حس انه ممكن تضيف سخن في هذا السيستم، وبعدين نجاوب على السؤال الاول. ابدا مع الدكتور ايمن، يعني بتقديرنا خلينا نسأل يعني سؤال very basic، هل هناك مشكلة؟ هل هناك فعلا نشعر أنا أنت طبعا في الجانب الأكاديمي بعد ذلك ترى أنه فعلا في مشكلة، في عندنا إشكالية أنه في جاب في هو بين الجامعات وبين سوق العمل والشركات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أيمن أبو سمرة أستاذ مشارك في قسم هندسة الحاسوب في الجامعة الإسلامية ومساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون تكنولوجيا المعلومات. خلصت الدراسة من الجامعة القومية الأوكرانية الاتفاقية في مدينة كييف في أوكرانيا. منها إدارة ومالي فلوس وفيها يعني ما يخص السوق وكذا، لكن أنا بعتقد ما زلت إنه هذا قليل وبنعمل على زيادة نسبة المساقات اللي فيها إدارة ومانجمنت حتى لو كان على حساب المساقات العلمية، بل في النهاية عدد ساعات محدود بدرسها الطالب. أنا بسعد كثير لو شلت مساق علمي هندسة وحطيت بدل مساق إدارة. بعتقد أن هذا الطالب تكون فرصته أكبر في إيجاد العمل. بهتم يكون في عندنا مساقات تعرف على الستاندردز والميجرز والأمور هذه المعايير، لأن طلبتنا في مسافة بينهم بين المعايير الحقيقية الموجودة في الشركات المطلوبة عالميا في العمل. ما زلت في موضوع المساقات، يعني ممكن يكون مساق فقط إبداع اسمه، لا مانع. كيف الطالب يبدأ؟ How to create your project. الآن يعني في مشروع معين في حاضنة الأعمال في الجامعة الإسلامية طرحين هذا كتدريب يعني، بس هو ممكن يكون مساق دراسي لا مانع. أنا في النهاية بدي بأي وسيلة أخلي الطالب لا يجد صعوبة في أنه يفتح عمل في المستقبل. لو سبنا موضوع المساقات الجديدة يعني إبداع مساقات جديدة، ممكن نحكي في المساقات الموجودة أصلاً اللي تتدرس. أنا بعتقد لو وطبقت هذا الشيء وصح كان نتائج طيب، لو المدرس في تدريس وركز على الشركات، يعني كثير نطلب من الطلاب مشاريع وأبحاث وأشياء إذا فيها من الطلاب يعرف هذا الشيء. أنا بحب دائماً يجيبوا لي معلومات عن الشركة نفسها، عن مخترع الجهاز نفسه، عن البيوس تبعهم، أي حاجة معلومات عنه. كثير ناس تعرفش مثلا قصة سيجيت، والبعض تعرف يعني سيجيت هذا بتاع الهارد ديسكات كان فاشل، يعني اعتبروه فاشل، كان يطرد من شركة وروح على شركة ثانية، وطردوه من شركة وروح على شركة ثانية لحد ما قال اشتغل لحاله، اشتغل لوحده وابدع اخترع الفلوبي ديسك واخترع الهارد ديسك وكذا كله عن يده كان، واسس شركة سيجيت. فهذا لما نعرف تجربة الشركات، تجربة الناس اللي
أبدعت وعملت شركات رائدة زي سيسكو وغيرها، كويس نعرف تاريخ هذه الشركات، كويس نعرف المنتجات بأسمائها بأرقامها. هو ليس شيء أكاديمي بحت، ولكن هذا بقرب الطالب من السوق، بدل ما يطلع لسه أول مرة بسمع في اسم الشركة أو أول مرة بسمع في اسم الجهاز، بصير يكون عنده هيبة من هذه الأشياء. لكن لما يكون هو طالب سمع فيها وتعامل فيها مع مدرس في أبحاث في نشاطات، بعتقد هذا جزء من الأمور اللي بتساعده على جسر الهوى. موضوع آخر مهم مع وقت. طيب أنا شيخ احنا دخلنا على موضوع الحلول، أنا كنت متوقع نقول إنه الجامعات عاملة في الدور تبعها، لكن يبدو أنت تقول لا الجامعات ممكن تعمل. وبناء عليه أنا كان يعني السؤال يمكن مطرح دائما إنه يعني إيش دور الجامعات؟ هل متوقع من الجامعة والمؤسسة التعليمية تطلع الطالب جاهز لسوق العمل؟ ولا الجامعة بتتكلم على تحط أساسيات عند الطالب basic knowledge في broad area في مجالات يعني شوية واسعة ويطلع خام بعد هيك في حدا تاني يكمل الدور؟ خلينا ننتقل لأخ أشرف إن شاء الله يعرف في نفسه بداية وننطلق من هذا. يعني الوقت بتكلم فيه فجوة أكيد، والدكتور أيمن بدأ يتكلم عن بعض الحلول يراها من وجهة نظر في موضوع الخطة الدراسية. مظاهر هذه الفجوة وقناعتك إيش دور الجامعة؟ نفهم عن هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف اليزوري، مدير عام شركة فيجن بلس. طبعا بالمناسبة شركة فيجن بلس يعني بدي أحكي عن الشركة لأنه هذا مجال كويس أن أنا أحكي فيه وأعلن عن إنه شركة فيجن بلس هي الفائزة لأول جائزة تعقدها بيتا للتميز والإبداع في شركات تكنولوجيا المعلومات، والحمد لله على مستوى قطاع غزة فازت فيها شركة فيجن بلس. طبعا أنا درست في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مصر بالإسكندرية. طبعا منذ ذلك الوقت شغلت في ثلاث أماكن حكومية، منها مركز الحاسوب الحكومي ومن ثم الوزارة الداخلية في الإدارة العامة للمعلومات، ومن بعدها في عملت كمديرة للآي سي تي يونت في سلطة المياه الفلسطينية، وبعدها فتحنا شركة خاصة ويعني بدأنا الانطلاق بشركتنا الخاصة. يمكن كان أحد ميزات الشركة إنه الروافد اللي موجودة فيها عندهم خبرات مميزة في السوق. ولكن خلينا نرجع لصلب الموضوع اللي حكاه يمكن الدكتور أيمن حابب إنه يحط الموضوع كالآتي، اللي هو تشخيص للحال ومن ثم اقتراح للحلول. أعتقد إنه يعني في وجهة نظري إنه بدنا نطلع على الموضوع بشكل أشمل. الموضوع له علاقة في السبلاي والديمان، العرض والطلب. يعني خلينا نحكي زي هيك، لو الخريجين اللي موجودين في قطاع تكنولوجيا المعلومات بكفي السوق المحلي وبإمكاننا إنه نصدر للخارج هذا شيء ممتاز جدا. ولكن في آخر دراسة عملتها بال تريد بنحكي عن إنه كل شركة من شركات القطاع الخاص إلها من 3 لـ 7 موظفين، ونفترض إنه عندنا 100 شركة في القطاع الخاص في قطاع الاي سي تي، وهذا كلام مش سليم، ولكن لو في عندنا 100 فهي مشغلة 700 طالب بحد أقصى. بمعنى لو في نسبة جروث سنوية 10% لحد 30% يبقى 21 طالب سنويا زيادة على الجروث الانيوال جروث للامبلويمنت في كل شركة. لما نيجي نحكي انه احنا خريجينا يتجاوزوا 4000 خريج في قطاع الاي سي تي، اعطوني عقلكم وين بدهم يروحوا؟ هدول وين مكانهم؟ هل السبب هو الجامعة؟ هل السبب هو الشركات الخاصة أو القطاع الخاص؟ هل السبب هو الطالب زي ما فضل الدكتور أيمن؟ مين هو السبب؟ أعتقد أنه لو حللنا هذا الموضوع بشكل أوضح هنلاقي أنه فيش استراتيجية موضوعة بشكل واضح أنه نحكي أنه حاجة السوق ومتطلبات السوق بتحكي عن 1-2-3-4 إمكاناتنا 1-2-3-4 تحديد
إمكانية استيعاب السوق الداخلي للخريجين. قديش؟ قديش ممكن السوق الداخلي يستوعب؟ طيب بعد ما نستوعب السوق الداخلي، مش لازم يكون في عندنا مارجن على أساس إنه نعمل outsourcing لهاي الإكسبرتيز اللي موجودة عندنا؟ فبالتالي لازم يكون موجود عندنا برضو تخطيط قديش إحنا لازم، أو الهامش تبعنا من الخريجين اللي لازم ينعملوا، يعني ينعمل لهم outsourcing. فبالتالي المشكلة في وجهة نظري هو في عنا عرض كتير والطلب قليل في القطاع الخاص. بالنسبة للشغلة الثانية، أنا مع الدكتور أيمن بشكل كامل إنه الطالب يجب إنه يشتغل على نفسه بأكثر من طريقة. واحدة منها إنه مهاراته الفردية اللي بعد الجامعة يجب إنه يسقلها بالآتي. جماعة خلينا نكون واضحين، لو أي واحد من الشركات الخاصة اللي أمامي تقدم إلها شاب السي في تبعته انه سيرتيفايد كذا وسيرتيفايد كذا وسيرتيفايد كذا وسيرتيفايد كذا، واشتغل على نفسه بشكل كتير كبير، وعنده يعني مش زي ما نحكي خبرة في شركة او خبرة في مكان لانه فريش جراديويت، بس هو اشتغل على نفسه في هاي المواضيع، اعتقد حتى لو كان فريش جراديويت السي في تبعته حتوزن، مش حيرميها على جنب، حياخدها حيحطها وحيبدأ يسأل فيها وحيبدأ ياخد من الشاب انه والله بإمكاني ان اشتغل. طبعاً أبو جمال. الآن يعني صحيح كلام أبو جمال إنه يعني إحنا اليوم بنحكي عن إنه يعني فعلاً الطالب هو اللي بيشد الشركة الخاصة، ولكن خليني برضو أحكي كالآتي إنه الجامعات والشركات الخاصة عليها لوم كبير جداً. يمكن الشركات الخاصة تقيدت بنوعيات معينة من العمل. في منا بيعمل والله في مجال التدريب، في عنا بيعمل في مجال السيرفيس بروفايدنج للانترنت، في عنا بيعمل في السوفت وير ديفلوبمنت، في عنا يعني هما 5 سب سيكتورز اللي احنا بنشتغل فيهم في الاي سي تي. ولكن ما فكرنا في حلول ابداعيه. السيشن اللي فات كانوا بيحكي يا دكتور عن موضوع عن انه نفتح كولينج سنترز وكذا. الان لو بدنا نحسب بس بعجاله يعني عسنا نهي كمية شركات السيرفيس بروفايدر اللي فتحت في المرحلة الأخيرة، يمكن عندنا 6 أو 7، أنا ما عنديش إحصائية دقيقة، لكن كل واحد فيهم بده تكنيكال سبورت، والتكنيكال سبورت لازم يكون كواليفايد. فبالتالي لو فكروا مع بعض إنهم يفتحوا كولينج سنتر ويكون نواته هم الـ 6 أو 7 شركات هذول، ويكون في إمكانية بعد هيك إنه نرفع في مستوى الكولينج سنتر إنه يخدم قطاعات أخرى، وهكذا لحد لما نوصل لمرحلة من المراحل إنه فعلاً إحنا قادرين إنه نسوق نفسنا إنه إحنا عندنا كولينج سنترز ناجحة وعندنا سكسس ستوريز. لكن المشكلة إنه إحنا تفكيرنا دائماً نمطي في البزنس في البرايفت سيكتور. من ناحية الجامعات معلش اسمحوا لي إن أحكي لكم، في سنوات ضوئية فارقة مش في البيزز، بعرف انه البيزز كتير رائعة والشغل عليها كتير كويس وفعلا بيطلع انجينير بحق، ولكن لما نيجي نحكي كل قديش بتراجع المنهج التدريسي في الجامعة كل قديش، تخيلوا انه كل 3 سنوات، انتوا عارفين في 3 سنوات قديش التكنولوجي بتتطور في هاي 3 سنوات. فبالتالي يعني عند يعني لما نبدا في طرح الحلول، اعتقد انه في حلول وفي حلول ابداعيه لهيك موضوع، ولكن اتليس انا بصور انه يجب انه نتطلع على دائما السبلاي والديماند. اذا كان في عندنا ديماند عالي لازم نوفر له سبلاي، ولكن طول ما السبلاي كبير والديماند قليل يجب انه نضع خطه استراتيجيه على مستوى الحكومه، على مستوى القطاع الخاص، على مستوى الجامعات، بانه نجد حلول لهذا الموضوع ونستطيع من خلاله استعادة الخريجين. شكرا يا أشرف. يعني احنا بديش يكون الطالب واضحية في الموضوع هذا. كان المفروض نحط معنا هنا احد الطلاب، في طلاب موجودين وطالبات، عندهم فرصة طبعا يدافعوا عن انفسهم في هذا الجانب. هل الحل يعني انه صح في عندي سبلاي كثير؟ الحل انه الجامعات